هاي، رمضان كريم على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بس لأعمل شغلة بالإعدادات، لأنه حنوقف الكومنت والأسئلة أنا رح أطرحها لحتى ما يصير في تشويش بالأشياء اللي رح تطلع هلأ على الشاشة. كيفكم مع الصيام؟ أول يوم مقضينا نوم ولا شو؟ أنا حاسة لهلأ متنشطة، بس قبل بنص ساعة أو ساعة من الإفطار بضيع. يلا لنشوف مستقبل ضيفنا دكتور كريم علي. استنوا شوي، لانه انا ماني كتير شطورة بالتكنولوجيا، بس المفروض الاضافة كانت من هون. دكتور كريم علي، ثانية. شو طبخين اليوم؟ شو عاملين؟ هاي دكتور. الو، ازيك نسرين؟ الحمد لله، كيفك؟ شو كل سنة الاخبار؟ انت طيبة. تمام، اول يوم مدروخة، مدمنين القهوة، ضايع شو معايا كتير. الله يكون بعونكم. انا الحمد لله لا قهوه ولا شاي. يا بختك، دي الخطوه الجايه على فكره. انا ما بشربش قهوه كتير، بس الصبح بس فنجان صغير كده، بس ده اول يومين. طب حزير، انا شو اكتشفت في شغله بتصحصحني مثل القهوه، ما بعرف اذا انا وهمت حالي او هي فعلا فعاله. كل يوم بس اخذ العصير الاخضر، بتذكر بوحدة من حلقاتك ببرنامج فكري تاني، بسم الله ما شاء الله، يعني مسمع بطريقة كتير قوية، ومشكور انك عم بتقدم هيك برنامج للعالم العربي لحتى تنشر هذا الوعي بمجال الصحة. والله انا اللي بشكرك انت الاول على فكره، برغم ان انت حتى في مجال بعيد عن الصحه، بس انا فهمت وانت فهمت طبعا، انت من عايز فكره تاني، وفهمت حاجه ان فعلا انت فهمت ان الصحه مش على مجال معين، ومش على ديانه معينه، ومش على سن معين، ومش على مستوى مادي معين، ومش على ثقافي معين. الصحه مشكله الجميع طبعا، ممكن لكل تلاقي البشريه بالظبط كل الاديان وكل الاطياف وكل المستويات. عشان كده رحبت قوي ان انا ابقى معاكي، يعني فعلا احنا محتاجين اي حد دلوقتي، وبعد بروف او اثبات كورونا كلنا محتاجين الصحه، كلنا نتكلم في الصحه بدل ما بنتكلم في الف حاجه دلوقتي هي فين. وصلت؟ طبعا فاشكرك طبعا على الفكره دي. كملي العصير حبيبي، الاخضر. بس تعقيبا على كلامك حنرجع للعصير الاخضر. انا مؤمنه انه فعلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى الفنان من مكانه، حتى المهندس من مكانه، حتى المدرسه، المغنيه. لما يكون في عندك قاعده كبيره من المتابعين لازم تشدهم او تاخذهم او تنورهم او تزودهم بهاي المعلومات، وكلنا نستغل هاي الشهره لحتى فعلا نقدم شيء قيم وشيء مفيد للناس باذن الله. طبعا تمام باذن الله. نرجع للعصير الاخضر. أنا طبعا كنت آخذ خلطة من دكتور أوز، شفت حلقة طلع فيها مع أوبرا تقريبا من شي 7 أو 8 سنين، بس كنت أطش، بس إلي تقريبا أكثر من سنتين ملتزمة فيه، وصرت ضيف إضافة عليه أخذتها من حضرتك، اللي هي لما قلت إنه أنت بتحط سبارولينا وكلوريلا كلوريلا. فلما صرت حطهم صرت عم بحس إنه عم يعطوني كأنه إحساس الكافيين، يعني صدقا أنا بس أخذهم بحس حالي تنشطت، ذهني صار شارب أكتر، وعندي حيوية وقدرة أنه أعمل أي شيء. صحيح صحيح، بيزودوا، ما هم بيزودوا الاكسجين في الدم، عشان الكلوروفيل، اي حاجه فيها كلوروفيل يعني ده التنفس النبات، فبيدي في الجسم اكسجينيشن اكتر، او اكسجين لدماغك ولعقلك. بس انا بحب القهوه، انا مرتبط بالقهوه، ريحه القهوه دي اوكي. الارتباط عاطفي اكثر منه ارتباط انه اوكي. بس ممكن يكون بهاي الحاله العصير الاخضر والسبيرولينا والكلوريلا ممكن يكونوا بديل للكافيين، في رأيي أفيد للناس اللي بدهم يوقفوا قهوة، أفيد، هتصحيح، هتزود الألكالين القلوية بتاعت الجسم، هتاخد أنتي أوكسيدنت ملهاش حل في الدنيا، المغنيسيوم موجود،
بيعمل ديتوكس محترم قوي، فيهم فيهم كالسيوم، فيهم فيتامين سي مش كالسيوم، فيهم فوسفور، فيهم بوتاسيوم، القهوة ما فيهاش الكلام ده. حلو كتير. طيب هلأ في ناس مفكرين عم نحكي طلاسم، عم نقول سبيرولينا، كلوريلا، مش اه مفكرين يعني كلمات صعبة عليهم، بس نشرح لهم ببساطة للناس اللي ما بيعرفوا شو هن هدول الشغلتين، نشرح لهم هيك بعجالة شو هن السبيرولينا والكلوريلا. دي يعني هبسطها قوي، مش عايز اقولها، دي حاجه بتيجي من البحر زي فطريات اللي بتيجي على البحر او اللي بتعيش على الميه من فوق. دي اكتشفوا ان هي فيها مواد مغذيه جدا، بل بالعكس السبيرولينا ال دبليو اتش او اللي هي منظمه الصحه العالميه قالت هتبقى الفود او الفود نمبر واحد في الفايده على الكوكب في السنين الجايه. السبيرولينا دي عباره عن طحالب الميه، يعني بتتربى بطريقه معينه فيها خصائص، بتاخد الكلوروفيل، بتاخد من يعني تعمل تمثيل ضوئي زي النبات، بس هي مش نبات ومش حيوان، هي في المرتبه الوسطى، لا هي يعني مش عايز بقى ادخل في تفاصيل، هي حاجه خضراء بتعوم على وش الميه، بتاخد الكلوروفيل، فيها كلوروفيل كتير. اللي يهمني ماده الكلوروفيل مركزه جدا، ما دام الكلوروفيل اتركز في حاجه اسمها مغنيسيوم، ده مهم جدا في كل تفاعلات جسمك، لازم مغنيسيوم عشان تنامي تاخدي مغنيسيوم، عشان الحمام يبقى مظبوط مغنيسيوم، عشان تبقي رايقه مغنيسيوم، امراض المناعيه ما تجيش لو في مغنيسيوم كويس، الكالسيوم ما يعملش حصاوي لو في مغنيسيوم كتير بقى كتير، خدي عندك كده. فاحنا بناخد الخصائص بتاعتهم عشان يعني بحاجه بسيطه قوي بكميه بسيطه، اخد اكني خدت عصير مثلا اخضر اللي هو من البقدونس ومن الجرجير وعلى سبانخ، على ايه الخضروات التانية، على خس، على ملوخيه، عملت كل ده مركز قوي قوي قوي، وفي صفات حيوانيه او يعني من صفات التكاثر زي حيواني عشان في ماده الدي ان ايه فيهم، وخدت ده في كوبايه قد كده. وصلت؟ ده دي خلاصه الكلوريلا والسبيرولين، اسمه سوبر فود، يعني فيها حاجات كتير قوي في كميه صغيره. ايه تاني عايز تعرف؟ طبعا المورينجا اسمها دي نبات معروف قوي في الهند، وموجود حتى في مصر قالوا مش موجود، لقوا وزاره الزراعه بتزرعه وبتبيعه، وفي ناس بتعمله في البيوت، ده اسمه اللي هو تري اوف كومور اللي هو باللاتيني يعني شجره المعجزات او الثروات. تقلل المورينجا اللي ما يعرفهاش، بتقلل السكر، بتبطل اكسده الجسم، بتاخر السرطان، بتحسن الاكسجينيشن او الاكسجين اللي في المخ، تساعدك لو عايزه تخسي، لو عايزه تشيلي معادن من جسمك، لو عايزه تزودي المناعه، كل ده بكوبايه مورينجا كل يوم. روعة. أنا ابتديت أشرب المورينجا تقريبا من شي شهر، بس طعمها لأنه اعوذ بالله عشان بس ما اخدعش حد، شبه الملوخيه، طعم الملوخيه الناشفه، يا رب ما بشرب ملوخيه، هي ملوخيه. أنا عم حس طعمتها مثل كأنه بقدونس بس مغلي. لا انا قلبت معايا ملوخيه خالص، هي ملوخيه خضراء ناشفه، ملوخيه من الاخر. طب سؤال دكتور، هلأ في ناس دايما بيشجعوا على الرو فود، انه ايوه ياكلوا الاكل الني، وبيقولوا انه الاكل الني بيبقى فيه انزيمات انا كثير كده مهمه صوتي دسيم بالنسبه للجسم. ولا اركب كده صوتي دسيم ولا سوري، كده صوتي باين؟ لا صوتك تمام، لا تمام، بيرفكت. تمام كمل. ففي ناس بيشجعوا على الاكل الرو لانه بيقولوا انه الاكل يلي بيتعرض للحراره بيفقد كثير من انزيماته يلي بتساعد الجسم على الهضم. صح هاي الانزيمات اللي بتكون موجوده اما باللحمه او اما بالخضار، انه لما بتاكل اللحمه النيه مثل مثلا نحن عندنا اكل اسمه كبه نيه، بتاخذ فايده اللحمه اكثر وبتاخذ الطاقه الحيويه الموجوده جوا اللحمه. وفي ناس بيقولوا لك لما انت بتاكل الخضار مثل ما الله خلقها من دون ما تحرقها وتعرضها للنار، فانت عم تاخذ الغذاء كامل، لما بتتعرض للنار بتفقد تقريبا بنسبة 80% من الغذاء تبعه. شو رأيك في الموضوع؟ لا انت كده عشان ما نخلطش، الحيوانات والنباتات فرق كبير. الحاجات الحيوانيه مش هتخسر حاجه لو انت سلقتيها ولا شويتيها ولا حطيتيها في الفرن، مش هاكل لحمه نيه وده سيم نيه او مش نيه. انما النباتات طبعا لو النباتات كل ما تتحط على النار هتتكسر الانزيمات، كل ما تتحط على النار في مواد انتي اوكسيدنت مش هتقعد كتير، عشان كده الرو فود مهم قوي حلو قوي.
عايزين. طب يعني انا هاكل بروكلي حضرتك، بروكلي يعني اقرقشه لازم اعمله، فتعملي ايه؟ تعمليه في ميه يعني ستيم خفيف وانت مغطيه، عشان في زيوت عطريه في النباتات وات ايفر هو ايه، لو طارت انت بتفقدي جزء كبير قوي مهم منها، فتبقى متغطيه ستيم، متغطي حله في حلات الستيم، او تغليها في ميه يعني تبقى مغليه في ميه خفيفه برضو متغطيه عشان الزيوت الطياره ما تطيرش، وما تهريهاش. لما تقعدي تسيبيلي نص ساعه الهوليون او البروكلي او القرنبيط او اي حاجه او حتى السبانخ تبقى شبه مستويه، انما الناس اللي بتسيبها نص ساعه طبعا ثلاث ارباع الانزيمات اتكسرت والانتي اوكسيدنت راحت، ولو فيها فيتامين سي راح، فيتامين سي بيتاثر بالحراره. يعني الناس اللي بتشرب ليمون تقول حضرتك انا شربت ليمون دافي، ليمون دافي ايه حضرتك؟ فيتامين سي مجرد ما نزل على حاجه سخنه راح. فعايز من طيب الليمون حضرتك، من غير سخونه، ده سيم الخضروات. حضرتك عم بتقول انه الاكل الرو اللحم الرو بالاحرى ما له كثير منيح، يعني السوشي بتقصد ولا لا؟ اللحم اللحوم حتى الاسماك، يعني الاسماك لازم تبقى مضمونه قوي لما لو تاخديها رو. وبعدين مين اللي بتهيألي بتبقى سموك ده خفيف او مش ني، على فكره السوشي ني سمك ني ما اعتقدش، ما اعرفش. في السوشي سمك ني، بيجي تونه ني وسالمون ني واشياء كثير نيه. لا ما اعتقدش ان دي حاجه صحيه خالص. مضمونه؟ لا طبعا لا، في مش فطريات، سبور حاجه كده. هلا مدمنين السوشي؟ لا مش زعلانين زعل مش طبيعي. لازم يبقى تراستد 100%، لازم يبقى واثق في المكان 100%، ما دام اي حاجه نيه. الاسماك نيه ازاي؟ لا انا ما باكلش سوشي. هون بدي نوه بس على شغله، هلا شوي كنا عم نحكي على السبيرولينا والكلوريلا، كمان شغله تعلمتها من حضرتك انه نعرف المصدر، بما انه عم نحكي على عن مصادر اللحوم منين، نعرف مصدر الكلوريلا والسبيرولينا منين، ونجيبهم اورجانيك ونجيبهم من اماكن معينه مش طبعا من اي مكان. ده لو جبتيه هاي من جديد، معلي اعذرني بس نحن بالامارات مضطرين نستخدم الفي بي ان فبيقطع كل شوي، فكل ما فصل حنرجع نكفي اللايف. ويلكم باك. كنا بنقول ايه؟ كنا عم نحكي انه نتاكد من مصادر الاشياء اللي بناكلها اللي بتكون نيه. لان لو جبتها بمصدر سيء ممكن تجيب لك تسمم في الكبد، لان هي احسن حاجه فيها ان هي بتاخد المعادن من جسمك، يعني تاخد الميركوري اللي هو الزئبق او الرصاص او الالومنيوم، تاخدهم من جسمك وتطهر، تعمل ديتوكس وتطردهم بره. لو البيئه اللي هي فيها المعادن دي هتاخدهم برضه وتنظف البيئه، فانت هتاخدي المعادن بدل ما تطرديها من جسمك تاخديها بزياده. فلازم اورجانيك ولازم من مكان محترم، ولازم تبقى ثيرد بارتي سيرتيفايد، يعني في شركه ثالثه جايه تعمل تيست وتقول الناس دي فعلا الحاجات جارانتي ان هي كويسه، مش انا اقول ان انا حاجتي كويسه واورجانيك ونعرف كويسه. اورجانيك يعني للناس اللي ما بيعرفوا شو يعني اورجانيك، اورجانيك يعني عضوي. ما فيش اي مبيدات. طيب خلينا هلا نحكي عن رمضان. والمشكله اللي شاغله بال ثلاث ارباع الناس، هل نحن ممكن نخس برمضان؟ ينزل وزننا برمضان؟ ونحن قاعدين بالحجر وثلاث ارباع العالم هلا كلهم عم بفشوا خلقهم بالاكل، يعني ما عم بيلاقوا منفس ثاني غير انه يطبخوا ياكلوا يطبخوا وهكذا. شو الحل لحتى نخس برمضان؟ والله خلينا يعني مش هربط الاكل برمضان عشان عيب. يعني عيب الناس بتتكلم في الاكل في جوه رمضان، رمضان اصلا عشان نسيب الاكل، بس مش دي نقطتي. انا نقطتي الحظر. فعلا بقى في الاستريس قاعد في البيت طول النهار مش لاقي حاجه اعملها. لو في عندي عاده الاكل او انا زهقان او انا مكتئب او انا خايف هاكل، دي المصيبه الاكبر من رمضان. بس ماشي، جع بقى على الام بتاعتنا اثنين في واحد، رمضان والحظر. لو انت، انا بكلم الناس اللي قاعده دلوقتي، اللي الناس اللي متابعيني حافظين الكلام ده وعارفين ان رمضان ما ينفعش تخس، ما ينفعش تتخن، ما ينفعش تعمل اي حاجه جديده. رمضان ده عمره او بدايه، ستارت رمضان ده ستارت ل 11 شهر بعدين. مش متعود على الصيام في كل شهر، اهو ربنا اداك فرصه انك تتعود صيام. مش عارف تبطل سجاير، ربنا اداك فرصه انك تبطل سجاير.
عامل كونكشن مع الاكل بتاكل 4 5 مرات في اليوم فربنا قطع الكونكشن بينك وبين الاكل. عايز تخس يبقى هتقلل وجبات اكلك، هتحسن الكواليتي الحاجات اللي انت بتاكلها ايه عشان تبتدي في رمضان تكمل ال 11 سنه فتبقى طلعت من مدرسه رمضان كملت ال 11 شهر. انما عشان تقولي لي اخس، طيب ماشي يعني هخس من غير تغيير عادات، طب ما انا بعد رمضان هتخن يعني ليله العيد هضرب الكحك والبسكوت بقى ومشروبات وعصاير. يبقى انت رمضان ربنا قال لك يا ابني انت تقدر، يعني احنا نقدر نعيش من غير الاكل 14 و15 و16 ساعه في اوروبا فوق النرويج دي. احنا السنه اللي قبل اللي فاتت ثمنا كام ساعه؟ حوالي 17 ساعه. يا رب انا لسه مصلي العشاء ولسه بقى وعلاج اكل حاجه تانية الفجر في وشي. والله 10 الواحدة ونص. انا هاي المشكله عم بيصادفوها اهلي، انا اهلي عايشين بهولندا، عندي بس اخت عايشه هون جنبي وعندي اخت تانية عايشه بالمانيا. دايما بقول لهم الله يكون بعونكم على وقت الصيام الطويل لانه عن جد صعب كثير. 16 و20 في 20 ساعه في البلاد، احنا في النص. فاهو يعني اقدر اعيش واقدر اشتغل. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاربوا ايام رمضان، احنا في حرب اكتوبر في مصر، حربوا اثناء رمضان ما فكروش. اذا ربنا عايز يوصل لك حاجه، اقطع ارتباطك بالاكل، اتعلم الصيام، اتعلم انك تسيب حاجه حلال. فلما اقول لك سيب الحرام بعد كده يعني انت سبت الاكل والشرب والزوجه اللي هي حلال، فلما اقول لك بعد كده سيب الحرام هيبقى سهل. وصلت؟ ارجع للنقطه الاولانيه، اخس ولا لا يا حبيبي؟ ما تخسش، حط عادات صح، اتعود تاكل مرتين في اليوم، اتعود. حتى احنا كل الناس الرياضيه، كل الناس اللي بتهتم في الصحه حتى في غير رمضان، في حاجه اسمها صيام متقطع. يعني ايه؟ يعني انا باكل في خلال 4 5 ساعات في اليوم، اليوم العادي اصحى ما بفطرش، ابتدي افطر مثلا الساعه 10 الصبح، الساعه 2 او الساعه 3 ما باكلش تاني خلاص. ممكن اشرب بقى شاي، اشرب قهوه، اشرب اي مشروبات، ممكن اخد بروتين كده، انما السوائل شغاله في جسمي اوكي، بس هم 4 5 ساعات الاكل. كونك انك صمت كلت، انت لسه عملوا تجربه على الفراخ، كلوا نفس الاكل نفس الاكل بس نوع من الفراخ، كلوه في ساعه مره واحده و23 ساعه ما كلوش، والاكل مش صحي، يعني في سكريات وفي جلوتينات، اكل غير صحي غير صحي. ادوه في وجبه واحده وادوا للفران التانيين 5 وجبات نفس الاكل. أوكي. الفران اللي كانت نفس الاكل الوحش عمرها كان اطول وذكائها كان افضل وامراضها كانت اقل والشيخوخه كانت بتتاخر عن الناس اللي بتاكل 4 5 مرات نفس الوقت. مع انه كثير في الناس يلي بيحكوا بالتغذيه وبالصحه دائما بيقولوا لك اذا بدك تخس لازم تاكل 5 وجبات صغيره باليوم لحتى تنحف، اكيد سمعان بهاي الشغله كثير. كان بيتقال لي انا يعني وانا كنت طالب، كنت تختوخه كده وكرش مغطي الحزام، فكنت رحت للدكتور برضه 5 6 مرات واليوم الفري وما تلعبش حديد والهلس بالظبط الشيتنج داي. يس يس. بصي مصيبه التخن عشان الانسولين بيعلى، في هرمون في الجسم اسمه انسولين، ربنا خلقه خلي الانسولين ده بس عشان السكر ما يعلاش، بس هو ما يعملش حاجه ثانيه. لما تاكل سكر ايه ده سم، حتى مريض السكر بيجي له تسمم سكر صح؟ لان السكر عادي طبعا. فربنا خلق الانسولين اول ما هناخد سكر يقوم مفتح الخلايا، مفتح الخلايا على طول عشان السكر ما يفضلش في الدم، هموت اتسمم، فيقوم مدخل الخلايا. طب الخلايا حضرتك يكفيكي في اليوم مثلا 5 أو 6 جرام سكر يوم، طب بعد كده ايه حضرتك؟ ده البلحاية، البلح اللي هو 100 جرام بلح في 75 جرام سكر. انت 75 جرام سكر دول يعني عشان تحرقيهم انت بتحرقي 20 كالوري تمشي 5 دقائق، شوفي دول حوالي تمشي تلت ساعة او نص ساعة مشي عشان بس شوية جرام بلح. هذا الانسان العادي طبيعي ما عنده امراض عادي، فتخيلي. فلو السكر بيتملي بدري، طيب السكر لسه موجود الراجل عمال ياكل، حضرتك السكر ده خلايا يقوم فاتح خلايا الدهون فندخن. لو الانسولين مش موجود
خلايا الدهون ما بتفتحش ابدا ابدا. اها. بتفضل مقفوله. فانا عايز طول الوقت انسولين يوطي. فكلمه ان انا اخس موضوع الخسسان كله ان انا بس الانسولين ما يعلاش، بس السكريات والفواكه والنشويات البسيطه والحلويات والعصاير والخشاف كل ده بيعلي الانسولين، كل ده بيزود الاكل، كل ده بيزود السمنه ويحول السكر لايه؟ لدهون. عشان كده الناس اللي في الكيتو اللي بياكلوا كيتو، يعني ايه كيتو؟ يعني اكلهم دهون صحيه ولحوم، ما عندهمش انسولين عالي لانه ما في سكريات. اه لا، حتى لو كل بزياده ما هو مفيش انسولين، مين اللي هيفتح الخلايا؟ ما في انسولين لانه ما في سكر عم بيفوت على الجسم. ما فيش نشويات ولا سكر. دي تركه الكيتو. الناس اللي مش فاهمه كيتو يعني ايه، حضرتك انا عايش بدون انسولين بس. دي الفكره. الكيتو ما عندهم لا سكر ولا عندهم نشويات، يعني انتم ما بتاكلوا نشويات ولا خضار بس ولحوم. والحوم ودهون طبعا، الاساس دهون. دهون بس دهون مش المشبعه الثلاثيه. لا دهون في فرق كبير. دهون الثلاثيه لازم نقول لهم للناس هالشيء. لا ركزي معايا. انا مركزه معاك عشان الناس. انا تلميذه ومذاكره درسي صح، بس علشان نفهمهم ايه تفرق الدهون المشبعه عن الدهون الصحيه. بس انا مش عارف اقول الكلام ده للناس ما سمعتنيش قبل كده هتتصدم، يعني اقول وخلاص. معلش، صدمة حلوة، صدمة مفيدة، ممكن تفيده. أفيد ما في الحيوان دهونه المشبعة، اللي هو لية الخروف، الدهنة اللي في اللحمة، الدهون الحيوانية أفيد ما في الحيوان. وصلت؟ لما ربنا حب يعاقب بني إسرائيل منع عنهم الشحوم. دي واحد. لا حضرتك، إحنا سمعنا إن الدهون المشبعة دي بتجيب تصلب شرايين وبتعلي الكوليسترول وبتجيب جلطات، اللي احنا عارفينه ده احنا دارسينه. الكلام ده كله من سنه 2005 بقى تاريخ فراعنه الكلام ده. الدهون اللي في جسمك دي، الكوليسترول اللي انت بتاكله من بره ملوش اي علاقه بالكوليسترول اللي في جسمك خالص. يعني حضرتك لو جبت الزبده كلت قالب زبده كامل لوحدك، الكوليسترول هيعلى حاجة واحدة. يعني لو أنا أصلاً دي 185 الكوليسترول هيبقى 186 بس. واحد بس. فإذا شو اللي بيعمل تصلب الشرايين؟ الدهون الثلاثية والسكر. لو اجتمع دهون الدهون الثلاثية، يعني بتيجي منين يا دكتور؟ مش دي دهون؟ لا الدهون الثلاثية مش دهون، هي دهون ثلاثية هو الجسم. إنما إزاي بتتكون؟ الجسم بيجي له سكر او يجي له فركتوز من الفاكهه او يجي له دهون اللي هي مهدرجه، زيوت المهدرجه او المارجرينه اللي هو الزبده اللي بيقولوا الزبده النباتي او السمنه النباتي. الجسم لما يشوف السكر كتير يعبي الجسم جلايكوجين اللي هو الكبد خلاص. طب لسه الراجل عمال ياكل في سكر تاني، فيقوم محوله الى دهون ثلاثيه. الدهون الثلاثيه دي تروح تعمل تصلب شرايين، الدهون الثلاثيه دي تعمل في الكبد تشمع الكبد اللي هو فاتي ليفر اللي هو الدهن الكبد الدهن من الدهون الثلاثيه، تعمل لك نقرس. وصلت؟ عشان انا اكلت سكريات كتير. انما الكوليسترول اللي بيعلى في الجسم، يعني السكريات هي اكثر ضررا من الدهون. لا ده ما تحطوش جنب بعض، ما يتحطوش ده، ما تحط. انت بتتكلمي مثلا ازاي بقى؟ يعني في ايه؟ ما يتحطوش جنب بعض. شيطان رجيم وملاك في الجنه، ما تتكلميش جنب بعض. اوكي. ما تحطوش جنب بعض. السكر هو الشيطان الرجيم والدهون حاجه ثانيه خالص. السكر هو الشيطان الرجيم والدهون ملاك. ده مش شيطان رجيم، ده هو ابليس نفسه اللي هو الكبير، اللي هو السكر الراس الكبير بتاعتهم. يا الهي، لهالدرجه؟ ليك في كثير ناس على فكره لحد الان ما عم يستوعبوا مدار السكر. انا ما رح كذب عليك، انا لهلا باكل شغلات فيها سكريات بس قللته لاكثر نسبه بسيطه ممكن اكل فيها سكريات، وممكن يمرق علي 3-4 ايام ما اكل فيها سكريات ابدا، او ممكن مثلا اخذ قطعه فواكه، يعني اخذها من شيء مصدر طبيعي مو سكر المصنع. لا فممكن الواحد يلاقي بدائل عن هذا الشيء لانه هو بيعمل ادمان السكر. بصي، في عملوا تجربه على الفيران،
كانوا بيحطوا لهم كل يوم جروب بيعملوا سكر، وتاني يوم يعملوا له اللي هو الكوكين، عارفه الكوكايين؟ كوكايين. اعراض الانسحابيه للسكر بقت عند الفئران اصعب، يعني ما قدروش الكوكايين لما قللوه ما لا قدروش اله الفار زي ما منع السكر. ليه؟ ده مش هلس. ليه؟ لما بتاخد سكر في ميكروبيوم، يعني بكتيريا عايشه في جسمك متعوده على السكر، فبتديك مكافاه، بتطلع حاجه اسمها سيروتونين اللي هو اسمه هرمون السعاده. انا زمان لما كنت بضرب بسبوسه وكنافه اقول مش عايز حاجه من الدنيا، سيبيني يا ماما واقفل الباب وسيبيني، انا في متعتي دلوقتي. راشنج، نعم راشنج، عارفه الشوكولاته الراشنج تبع السكر كده؟ راشنج هو الميكروبون بيكافئك، بيديك سيروتونين سعاده. السيروتونين هو الاكل بشكل عام ممكن يعمل هذا الشيء كمان. ده حقيقي. فانت هتفضلي، عشان كده لما تبطلي السكر بتكتئبي، وابقى مش عايزه اكلم حد، بس اول فتره زي الزفت في الاول طبعا، ونفسي خلاص هموت، عايزه حاجه مسكره، لغايه ما البكتيريا اللي فيكي تموت ويطلع البكتيريا اللي بتحب الحاجات الصحيه. بعد 3 اسابيع او بعد اسبوعين مش هتعوزي سكر تاني. في بتحسي بالسكر في بقك، في يعني السكر ليه مكان والملح ليه مكان والحاجه الحارة ليها مكان في اللسان. بعد اسبوعين مستقبلات السكر بتموت. فانا دلوقتي لو حد حط لي كوبايه شاي وحط سكر ربع معلقه هرجع، مش قادر. ايه كم الحلاوه دي؟ صحيح، تذكرت انا في عندي صديق اسمه جورج، بتذكر كان ماشي على دايت كثير صحي، وفي شيء اسمه الدارك شوكليت يلي فيها تقريبا 90% منها كاكاو. في بعض الناس بياكلوها بحسوها مره. هو وصل لمرحله لما بياكلها بحسها كثير حلوه، يعني بحسها قطر مسكره قوي، فما عاد حتى يقدر يتحمل، لانه خلص تخلص من ادمان السكر، وصار بالنسبه له اكل حلويات او ما اكل الوضع، يعني الامر سيان بالنسبه له. طيب خلينا نحكي شوي عن علاقة رمضان والمناعة. قلت الولاد عم من زمان، يعني كانوا مع بعض في المدرسة. بصي، انت لما بتاكلي الدم بيروح للجهاز الهضمي، تمام؟ فما بيروحش، ما بيبقاش في وقت للمناعة. حتى ايه؟ بصي عبقرية الجسم اللي انت مش واخدة بالك منه. انت لما بتعي وتنامي في السرير بيبقى ليكي نفس تاكلي ولا مالكيش؟ وتقولي هرجع لو مش عايز اكل، مش طايقه ريحه الاكل، انا عندي برد او زكام او انفلونزا او سخن او البيبي وهو سخن. يا ابني ايه، الواد عنده اسهال وسخن وما عندوش شهيه للاكل، تفتكري دي صدفه؟ خالص. الجسم مانع الاكل، هو مش عاوز اكل، هو عاوز ينشط المناعه. لو الانسولين عالي المناعة نزلت 50%، لو الانسولين عالي الكورتيزول بيعلى، المناعة نزلت 50% بسبب الكورتيزول بلس الانسولين العالي من الاول، حاجة تانية. لو الجهاز الهضمي راح له دم ما بيروحش للاجهزة، الجهاز الليمفاوي او الجهاز اللي فيه المناعة، فالمناعة بتقل. كل ده لو كلت. حاجة تانية قبل ما اطلع من الموضوع ده، لما انت يجيلك دور برد او دور انفلونزا او كحة، جسمك مكسر عايزك تنام، صح؟ جسمك مش عايزك تصحي، عايزك تنام، توفر الطاقة، عشان هو بيحارب الميكروب. عشان الناس اللي تقول لا ده انا اخد دش وانزل اجري وبتاع عشان اودي البرد، هتموت كده. خاصة وقت الجري. مادام كنت اسمع النسوان الكبار دايما بيقولوا الجريب بده راحة. يعني ايه؟ الجريب ليه؟ الجريب يعني الجريب محتاج راحة. الجريب يعني البرد. بتقولوا عنكم البرد محتاج راحة. صح، هو مش عايز اكل. عشان ايه؟ عشان مناعتك تعلى. فانت لما في الصيام، عارفين احنا دلوقتي صايمين، ايه اللي بيحصل في جسمنا؟ اول حاجه الجسم بياكل، هو عايز ياكل، الجسم عايز ياكل، ما جالوش اكل، فيدور على الخلايا اللي مش قايمه بالدور الكويس، يقوم واكلها واخد فيتاميناتها وميتها. الخلايا السرطانيه اللي بتطلع كل يوم انت في جسمك 10,000 خليه سرطانيه،
سرطانيه، انا كل يوم في جسمي 10000 خليه سرطانيه بس الجسم بياكلها عادي، فيدور على الخلايا دي ياكلها، سبحان الله. الخلايا اللي مش قايمه بالدور يقوم ياكلها، الجهاز الهضمي الخلايا اللي بايظه اللي فيه يقوم يصلحها، ما ده وقت صيانه ما فيش اكل، نصلح بقى اللي موجود بقى لك سنين يعني. فبيصير الجسم بيتغذى على الخلايا السرطانيه بالظبط، دي واحد. خلايا تاني حاجه الانسولين واطي، ما دام الانسولين واطي انت بتحرقي دهون، ما دام الانسولين واطي مخك شغال اكتر، ما دام الانسولين واطي مناعتك ازيد. بالنسبه بالصيام مخك شغال اكتر، انا بعرف كثير ناس بالصيام بتصير ذاكرتهم زيرو الا شوي، عندهم الزهايمر، ما في تركيز بالمره، عندهم صداع طول الوقت. شو السبب لحتى بعض الناس عن جد بقل تركيزهم يعني بضيعوا وقت الصيام؟ اقول لك لان ده تدفع كيف؟ شو ما بدك؟ لانه معتمد على السكريات البسيطه. السكريات البسيطة، انت دلوقتي الناس اللي بتاكل حلويات، يعني انت افطر دلوقتي النهارده افطر حلويات هتجوع بعد ساعة ونص، كل في الصبح كورن فليكس او سندوتش مربى الساعة 12 هتصدع عايز تاكل، تمام؟ لان السكريات او الجلوكوز البسيط بيخلص من الدم بسرعة، فبدل الدم الجلوكوز بتاعه خلص وانا متعود على وقود سيء اللي هو السكر البسيط، حتى مش يعني رز وحبوب او عدس او حمص او شوفان، لا انا متعود على الحاجه الرديئه، ايه خبز الدقيق اللي بيطلع في ثانيه طبعا، الانسولين، حلويات، فاكهه بسيطه كتير، لا وقوده خلص، فيحصل له ايه؟ وقوده خلص، المخ مش لاقي وقود فيقوم مصدع ومدروخ ومش عارف يفكر، الجسم ما فيهوش سكر فيقوم يبقى تقيل وجسم مكسر وعايز انام، عينيكي ما فيهاش سكر كويس فما اقدرش اركز كويس، كل ده لان ما فيش وقود، لان انت اصلا نظامك مش وصلي؟ اوكي. وعلى فكره الناس دول على اخر 10 ايام في رمضان بيقول الصداع راح وانا بقيت كويس 100%. سبحان الله. لانه جسمه ابتدى يتعود يقعد فتره طويله يحرق من دهونه، مش ياكل من السكر اللي انت بتديه له. وصلت؟ نعم. فطبيعي نعم. انا بصدع يوم واحد بس عشان القهوه، بس انا جسمي عايز ما باكلش سكر خالص، انا وقود جسمي مش وقود سكري، انا وقودي دهون. الدهون فيها حاجتين حلوين، اول حاجه بتقعد في الجهاز الهضمي كتير، تاني حاجة بتدي 9 كالوري، يعني أنا لو حرقت جرام دهن من أي نوع يديني 9، لو أنا حرقت جرام سكر يديني 4، فأنا عندي مدة أطول وسعرات أعلى فتعيش معايا أطول. وخلي بالك في حاجة تانية، المخ 75% منه دهون، فالمخ بيحب الدهون، يحب زيت الزيتون، يحب الافوكادو، يحب زيت جوز الهند، يحب المكسرات، يحب السيدز اللي هو لب القرع. مظبوط مظبوط. الافوكادو فيه انزيمات بتحرق الشحوم بالجسم مع انه هو فيه دهون نباتيه. ما فيش حاجه خلقها ربنا بتحرق دهون الجسم، انسي. هل انا لانه قريتها يا لطيف، شو في دراسات وخزعبلات موجوده تحرق الدهون دي؟ ما فيش حاجه في الحياه تحرق الدهون، ما اتخلقتش كله. بصي انت لو ممكن تقولي لي حاجه اصدقها، يا دكتور بترفع حراره الجسم فالجسم يقوم عايز وقود فيحرق ايه؟ دهون. جسم اللي حرق، يعني لما اكل شطه كتير بسخن يحصل صهد كده، ده مع الوقت ممكن يخليكي يعني تحرقي دهون اكتر، طبعا مش هيخسسك، محدش هياكل شطه مع سندوتش مثلا بطاطس محمره وتقول هيخس، انما الايض عالي. اوكي. الزنجبيل اللي هو الزنجبيل عارفاه بتحس ان هو هوت شويه، يرفع معدل الحرق او يرفع الميتابوليزم. المكسرات ممكن ترفع البروتينات العاليه، ترفع حرق جسمك شويه، فده مع الوقت ممكن يبقى بدل ما انت بتحرقي 1000 كالوري في اليوم تحرقي 1200، فانت لو فضلتي على ال1000 هي فانت هتنزلي في الوزن، بس مش هي اللي عملت كده، هي علت حرق جسمك اللي محتاجه، انما دايركت اخد حاجه تحرقي مفيش كلام. سؤال على السريع، الزنجبيل على معده فاضيه للناس؟ انا مستني لسه بدري.
الزنجبيل على معدة فاضية مش منيح. سؤال هيك على السريع، لا لا، ولا شط على معده فاضيه ولا اي حاجه على معده فاضيه، ميه بس على معده فاضيه، او حتى القهوه غلط على المعده فاضيه طب كيف مره قلت انه مي عالريق مع عصره ليمون تقلب الجسم قلوي اذا الليمون حامضي؟ كيف؟ شو التركيبه؟ ونفس الفكره الناس اللي بتقول انا بحذر من اللبن البقري لان حموضته عاليه، تمام يا دكتور ده حمض خفيف قوي بره، ازاي هيبقى حموضه في الدم؟ نفس فكره الليمون حضرتك افصلي، زي نفس فكره البين اللي لقيناها من ثانيه يا جماعه، مفيش اي علاقه ولا رابط ولا تشابه بين اللي انا ماسكه بره واللي في الدم، ده بيعدي في حمض المعده يتكسر 100 حته واحد، بيعدي على انزيمات هاضمه يتكسر ويتفتفت 100 حته، بيعدي جدار الامعاء والاوعيه الدمويه اللي في الامعاء 3، فاللي بيبقى بره غير اللي بيوصل للدم خالص، اللي بيوصل من الليمونه الاملاح المعدنيه مغنيسيوم بوتاسيوم صوديوم، فده حاجات مالهاش دعوه بالدم، الدم ما بيتغيرش، لما تروح الجسم تخلي الخلايا قلويه شويه فتحمي، طول ما انت رايحه ناحيه القلويه رايحه ناحيه الصحه بعيد عن السرطان، كل ما تروح ناحيه الحمضيه بتبعد عن الصحه تقربي من السرطان، الخلايا ده مثال. اللبن نفس الموضوع يا عم، ده لا حامض ولا قاتل، اللي بيوصل دمك لاكتيك اسيد 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 حمض، فيعلي عايز يعلي حموضه الدم، فحموضه الدم ثابته، فالجسم يعالج الوضع ده بانه يجيب يعني كالسيوم، مش مهم الميكانيزم ايه، مهم الجسم بيعالج الحموضه دي، بس اللي بيوصل حامض. روعه وصلت. طيب الناس يلي بيصير عندهم حموضه بالمعده بعد الافطار، كثير في ناس بتعاني من هاي المشكله، حموضه المعده شو الحل؟ في كثير ناس، انا سوري بلا ما اقطع لكلامك، كثير في ناس حتى بياخذوا اللي هي مضادات الحموضه، وبتذكر مره انت حكيت عن مخاطر مضادات الحموضه. يحسبكمش والله يحسبكمش، عمرك ضاع يا دكتور. انا عمري ضاع ما قلتك اشتهينا سلامة عمرك. اللي ما سمعنيش او ما عرفنيش قبل كده، مضاد الحموضه ده طريقه السريع للوفاه والموت، لا 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 تبسيط ولا تهويل، الحموضه دواء، الحموضه طريقه للوفاه والموت. ديروا بالكم من مضادات الحموضه. يعني ايه؟ طب ليه يا دكتور بتقول كده؟ بص، ربنا ما خلقش الحمض المعده ده حضرتك رفاهيه، ولا خلق حمض المعده ده زياده، ما حدش عنده زياده حمض المعده يا جماعه. في مرض نادر إلسون سيندروم، حاجة سيندروم في الطب، ده فيه حمض زيادة، إنما 98% من البشر حمضهم قليل. ليه؟ حمض المعدة لو أنت عصبي وطول وقت متعصب الحمض مش هينزل، لو ما عندكش زنك الحمض مش هينزل، لو انت بعد ال 30 وكل يعني معظمنا بعد ال 30 الحمض بيبقى عامل كده، الناس اللي عندها 50 ما عندهمش حمض في المعده، اللي عنده 60 سنه ما عندوش حمض معده. وصلت؟ فيحصل ايه؟ ربنا عامل جسم عبقري، المريء قلوي، المريء ايه؟ قلوي، والمعده حمض شديد الحموضه، حمض يعني ضربته واحد، يعني لو حطيت مسمار حديد هيدوب حمض المعده. سبحان الله. فربنا عامل فتحه بين المعده وبين المريء، تمام؟ ايه اللي بيقفل ويفتح الفتحه دي؟ ايه؟ الحمض. لو حمض جامد يجي يطلع، مين اللي عاوز يحمي نفسه؟ المريء، فيقوم قافل. يقفل عشان يحمي نفسه من الحمض الرهيب ده، هياكله حمض المعده، ياكله، ما هو لحم. وصلت؟ فلو انت حمضك ضعيف المريء مش هيلاقي داعي ان هو ايه؟ يقفل القفل، فيطلع حمض خفيف يعمل لك حموضه وحرقان. حضرتك لو حمضك الحقيقي اللي هو 1 أو 2 درجه حموضه طلع للمريء او لزورك تموت، تتخنق تتاكل، يعني المريء يتاكل ما يستحملش. فعشان كده الناس بتعمل تجربه بسيطه قوي، معلقه خل تفاح، حضرتك بقول لحضرتك عندي حموضه، تقول لي اخد حمض، ده حصل لكم ايه يا دكاتره؟
ما هو حمض المعدة لما يكون قليل وتاخد حمض تفاح يرجع يبقى سليم، فتقوم الفتحة قافلة لأن الحمض تحت علي. جرب سبحان الله. 90% من الناس اللي جربت معلقة صغيرة خلي تفاح على كوباية مية بعد الأكل الحموضة راحت. يا ربي أنا بقالي 10 سنين ماشي على دواء حموضة وكل ما بطل دواء الحموضة ترجع لي. خدت خلي التفاح مرة الموضوع راح. ده ازاي؟ ليه؟ خلي التفاح مثل ما هو ولا مخفف مع مي دكتور؟ ايوه بقول لك نص معلقه صغيره على معلقه ميه كبيره على كوبايه ميه كبيره. كوبايه ميه كبيره، اه كوبايه ميه كبيره على نص معلقه صغيره خلي التفاح. تمام. طيب طب خلينا معاكم. طب في ناس بياخذوا بياكلوا اشياء قلويه مثل خس خيار، بياكلوا حبه بندوره كام سوري حبه بردقان كامله لانه الالياف تبع الموجوده بالبردقان ممكن كمان تخفف هاي الحموضه وتزبط معهم. ما فيش حاجه بتاثر في حموضه المعده الا انك تاخدي حاجه حمضيه، حمضي قوي. الناس تقول يا دكتور طب هو الليمون يغني؟ الليمون ايه؟ هو الليمون ده حمض، انا ممكن اكل الليمون اكل. انما تقدر تشرب خل التفاح شرب؟ محدش يقدر، هتحرقك. تمام. نعم. خلي بالك خلي التفاح ربع درجة حموضة المعدة. تخيل تصورت بقى حمض المعدة شكله ايه؟ انت تقدري تبقى خلي التفاح لا تخيلي ضعفين ثلاثة الحموضة الحمض. هو الجسم اصلا يعني ماشين معجزة، يعني نحن جواتنا اصلا معجزات، كم كبير من المعجزات. عايز اعلق تعليق صغير. طب لا انا خدت دواء حموضة حضرتك، ايه اللي هيحصل لي يعني لما اخد دواء حموضة عمال تقول هنموت؟ اقول لك يحصل ايه. لما تاخد دواء حموضه، دواء الحموضه ده بيمنع حمض المعده من التواجد تماما تماما، فما يبقاش عندك حمض. فايه بقى هنعرف وظيفه الحمض دلوقتي لما منعه؟ حضرتك كان بيهضم اللحوم والبروتينات مش هتتهضم ومش هيبقى عندك بروتين وهيجيب تنين. حضرتك ده اي ميكروب وفيروس بيموت في المعده عشان فيها حمض. ما فيش حمض معده هيجي لك الجرثومه وهيجي لك دورات الاسهال وهتكتر البكتيريا والفيروسات في جسمك. اثنين، تالت حاجه ربنا خلق حمض المعده عشان يكسر المعادن عشان تتهضم. لو ما تكسرتش المعادن مش هتتهضم. يعني ايه حضرتك معادن؟ الزنك، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور، الكروميوم، السيلينيوم، كل الحاجات دي لن تهضم الا لو في حمض معده لانها مش هتتكسر. ادركتي لو ما فيش حمض معده هيحصل ايه؟ سبحانك يا رب. طيب خلينا نرجع لرمضان كمان ونرجع لموضوع الإفطار. هلأ بعد كم ساعة الناس قاعدين عم بيحضروا أكلهم وحيقعدوا على طاولة الإفطار ورح يعيشوا بقى السعادة والرشينج تبع الأكل. ففي ناس بتروح صايمة طول النهار وجسم عم ببلش ينظف حاله طول النهار، بتيجي بتقعد على الإفطار و قنبلة وانفتحت انفجرت على الأكل، فما بيعرفوا شو يأكلوا بالضبط وما بيعرفوا كيف يبلشوا شو التدريج الصحي المناسب لحتى نبلش نحن إفطارنا. نقطة، احنا في شهر رمضان وليس في نهار رمضان. ربنا لما ذكر الشهر ما قالش الصبح صباح رمضان، قال شهر رمضان. فربنا عامل لك شهر رمضان ده عشان تقلل من أكلك وفي نفس الوقت بنزود من صدقاتنا، صح؟ لا صدقني في ناس بيستنوا كل السنة أكلهم طبيعي بس يجي رمضان أكلهم كتير غريب. ده بعيد عن مراد الصيام. ربنا مش منع عنك الصيام الصبح عشان تفضل تاكل من المغرب لغاية الفجر. لو كوليسترولك زاد وحصل لك سمنة وسكر يبقى أنت ما فهمتش مراد ربنا أصلا. أنت بتنفذ يعني لا ما استفدتش حتى روحيا على فكره. ما هو الصيام ده جزئين، جزء روحي وجزء جسدي. لو انت طلعت تخين، لو طلعت بنفس السكر، لو طلعت بنفس الامراض، مش هقول زادت مع ان في ناس بتزيد، انا هقول فضلت بيها، فضلت عندك سكر وكوليسترول وضغطك عالي بعد رمضان. انت ما استفدتش. انت داخل رمضان ليه؟ عشان تمنع الصيام الصبح وتقضيها محشي وكشري وكنافه وقطايف بالليل وتقعد قدام التلفزيون. ده رمضان ايه؟ انت ما فهمتش مراد ربنا على فكره. ده مش مراد ربنا. فالصح لازم تبتدي بميه. محدش ينكر اهميه جسمك مش محتاج اكل على فكره. اول يومين مش محتاج اكل، ما حدش بيموت. انما هتموت يعني لو قعدت 3 ايام من غير ميه.
فاول حاجه لازم تشرب ميه خفيفه. مشكله كبيره جدا، الناس اول ما المغرب يتن تعمل اكبر ثلاث اخطاء في الحياه. اول حاجه طبعا بلادنا حر، ربنا يكون في عون الناس، البلاد اللي عندكم اكتر من حر هنا، بينزل يدخل على الثلاجه او لا ميه ساقعه دي مصيبه، لا الميه العاديه يشرب كوبايتين قد كده. انت كده عملت مصيبتين، المصيبه الاولانيه انت قللت حمض المعده خففته وانزيمات المعده خفت والاكل اللي هينزل عليها مش هيهضم كويس لانك شربت ميه كتير. تاني مصيبه بتتعمل الخشاب، معرفش في البلاد العربيه الخشاب اللي هو ايه ده، كده محطوط كوبايه ميه فيها بلح وقراصيا وتين ومشمش مجفف وزبيب، ده خشاب عندنا في مصر بيفطروا عليه. اللي انت عملته في ال 15 ساعة راح في أول بيتين. اللي انت خدته بسبب الخشاب. لأنه فواكه مجففة، يعني فواكه مركزة السكر، أنا لما آكل برقوقة فيها مية، الألياف مش جافة قوي، فيعني ممكن تعدي، إنما تخيل المية نشفت خالص وفضل القراصية دي السكر بس. وقديش لهم لسنوات طويلة في كتير ناس كمان خبراء تغذية بيشجعوا الناس إنه ياكلوا فواكه مجففة، مش مجفف، زبيب مجفف، وبيشجعوا إنه ناكلها يعني إنه مفيدة وفيها ألياف وبتعطي طاقة. مالناش دعوة بحد، لا علشان هيك ليك دكتور، لأنه كتير مهم نصحح المعلومات الخاطئة أو الشغلات اللي هلأ صارت أولد سكول، صارت من المدرسة القديمة. لأنه أنا مثلا واحدة من الناس، في كتير شغلات عندي كان عندي معتقدات خاطئة وشغلات أنا قريتها من الإنترنت وقريتها حتى بكتب. يعني المصيبة أنه كنت أقرأ كمان لكتب ولا دكاترة شغلات، هلأ العلم لأنه كل يوم عم يتطور وعم يتغير ونظريات جديدة عم تطلع، فلازم الواحد يضل عم بيتابع أول بأول، لأنه النظريات القديمة ما عادت مناسبة للوقت الحالي، العلم عم يتغير والنظريات عم تتطور، فكتير مهم أنه نضل عم نعمل فولو أب أول بأول. هما أكبر ثلاث مصايب اللي المفروض يتنسفوا، كل يا ابني فاكهة براحتك، كل أربع خمس وجبات عشان تخس، اعمل يوم فري. الثلاثة دول أنت مش مدركة، يعني مش عارف أقول لك إيه، عارف ده بعيد عن العلم، يعني في المريخ، علم المريخيين. مش صح خالص الثلاثة دول. طيب في حدا بتذكر مرة سألني عن الخرشوف، هل الخرشوف مفيد أو لا؟ لا مفيد، بس لو ما يكونش عندك سكر. أها. كنتش عندك سكر. بصي عامة المشروبات الخرشوف، يعني نحن بنقول له الأرض الشوكي للناس اللي ما بيعرفوا شو الخرشوف. الأرض الشوكي ده أرض الشوكي بلاد الشام بنقول له أرض الشوكي أو الشوكي. لا الخرشوف مفيد، بس أي حاجة تتعمل في عصير دايما او حاجه في ميه دايما الجائي للجانب الخضروات وليس جانب الفواكه. يعني اعملي عصير كرفس، عصير عودوا عيالكم على عصير، عصير البقدونس، عصير جرجير، البيبي سبناك اللي هي السبانخ بتاعت السلطه. ايه تاني يتعمل في حاجات خضراء؟ اي حاجه بندر. سؤال ايه احسن، العصير الاخضر الصبح ينشرب مع الياف وينضرب بالخلاط وينشرب مع الالياف، ولا ينعصر بالعصارة البطيئة وناخد خلاصة المي تبعه؟ أي أفيد؟ سواء فاكهة أو خضار ما تعدليش على تركيبة ربنا أبدا، ما تعدليش على تركيبة ربنا. يعني ما نعصر، يعني نضربه بالخلاط تقصد؟ ما تشيليش حاجة خالص، ما فيش حاجة في 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 في, في فاكهة أو في خضار زي الزيادة، طبعا غير القشرة، قشرة الفاكهة ما فيش حاجة زيادة. تمام؟ أنا لما أشرب عصير برتقال ورميت أليافه تحول إلى سكر صافي. ربنا حاطط الألياف، حضرتك تشيل الألياف ليه؟ نصاحة ذكي أنت، زي الناس اللي بتشرب لبن خالي الدسم، يا سيدي ربنا حاطط الدهون عشان تسهل هضم اللبن، وعشان ما يبقاش سكر صافي، وعشان تستفيد الجهاز العصبي يستفيد، وعشان الإنزيمات اللي بتكسر البروتين موجودة في الدهون، وعشان الدهون اللي في اللبن هي موجودة في الدهون، تشيل أنت الدهون عشان تعمل ناصح، دهون خالي الدسم تخلف. أنت بتعدل على ربنا؟ يعني إزاي؟ يعني أنت يعني فكر البني آدمين فين؟ معرفش.
يعني كل العصائر هي تعديل على خلق ربنا لو انت شلتي للخضار حاجه من الالياف، والفواكه. لو شلتي الالياف طبعا بتعدلي على اكل ربنا بالعقل. على فكره انا مش بخترع، هو ربنا حاطط طبعا الالياف طبعا زياده طبعا. مثلا، لا منطقي كلامك جدا. حاططها يعني زياده الوزن، ما هو ليها فايده على فكره. ما تشيلش حاجه، ما تشيلش حاجه. بس ما عليه، خلينا نقول للناس اللي ما بيقدروا يشربوا العصير الأخضر بالخلاط، فيهم يعملوا أول ستيب يشربوا العصير، فينا نقول هيك، بعدين الستيب الثانية ممكن يضربوه على الخلاط ويشربوه مع يعني الياف. هو فرقت ايه؟ ما كله بيتخلط، انا مش فاهم الفرق ايه، يعني انت عارف الفرق ايه؟ طعمه وحش لا، ليه؟ العصير لما بتحطه أنت بالعصارة الباردة بقوم بيطلع المي تبع الخضار، ايوه، ايه مشكلتي انك تشربيه كله بينما من الياف؟ ايه في مشكلتك؟ ناس بيتضايقوا من الطعمة. يعني أنا أول مرة شربته مع الألياف ما تقبلت طعمته، أنا هلا متقبلته لأنه تعودت على الطعم، هو طعمته طيبة ما فيها شيء، بس في ناس لأنه مش متعودين. ماشي، لو فيهم معظم الناس بالبداية ثلاثة أصلا اوكي، ينفع مع فيهم الخضار، يشربوا العصير. ينفع مع الخضار. لا، العصير لا يتعود ولا ما يتعودش. عصير فاكهة ده مصيبة، مصيبة، ولا مرة واحدة. مش فاكهة، الخضار. الخضار، ما انا بقول الخضار ينفع فترة ويحاول آه فترة. الخضار أوكي تمام. يعني العصير الأخضر مش الفواكه، العصير الأخضر يلي من الخضار ولا ما هو ممكن خضار يتشرب كعصير وممكن ينشرب مع ألياف ومضروب بالخلاط. بالظبط. طيب هلا في موضوع تبع إنه على الإفطار لازم ناخذ 7 بلحات. شو معنى 7 بلحات؟ شو شو معنى معنى هذا الرقم؟ انا يعني نتكلم علم ولا دين؟ يعني اللي بدك اياه، يعني الاثنين ما بحسهم ضد بعض، الاثنين واحد. لا لا لا، يعني ماشي كمان. انت لأنه في حديث كثير التفكير شغلات بالدين مفيش فسرها بحث، لعلى. انا قصدي من انهي وجهة نظر. خلاص تعالى ناخد الموضوع اللي في النص. الرسول بيحب الوتر صلى الله عليه وسلم، تمام، الصلاة واحد والسلام. وثلاثة وخمسة وسبعة. أولًا ده مش لازم يبقى ليه فايدة علمية. يعني لو أنت الناس اللي بتقول لازم تاكل وتر ثلاثة، الله يجزاك خير أمي، آخد بلحتين خليهم ثلاثة، طب آخد أربعة يا ابني خليهم خمسة، هيحصل إيه يعني لو خدت يعني أربعة؟ هي حبًا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ليش دعوة بالعلم؟ دي حاجة. مش لازم كل ما النبي يقول حاجة لازم نركب عليها شيء، يعني النبي بيحب اليمين فلو أنت لبست ساعتك في الشمال هتخش النار، مفيش الكلام ده، أنت بتحب النبي قلده بس ما تركبش علم غصب عن العلماء. دي حاجة. النقطة الثانية، أنا ضد 7 بلحات ده تماما. تماما. أنت عارفة؟ أقول لك، البلحاية الواحدة فيها حوالي 5 جرام سكر، يعني معلقة سكر كاملة. ال 100 جرام فيهم 75 جرام سكر. انت عارف ال 75 جرام سكر دول يرفعوا الانسولين قد ايه؟ يعني ممكن يدخلوا واحد في غيبوبه سكر لو عنده سكر خد 7 بلحات. يا إلهي. الانسولين، طيب هيقولوا انت النبي كان بياكل 7 بلحات، ليه تقول لي ما ناكلش؟ ده حد سالني النبي، اقول لي يا ما ينفعش اخد كلام النبي في حته واسيب النبي في حته، ما ينفعش. يبقى انت كده انت بتاخد السنه مش على عقلك، بتاخد السنه على بطنك. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج من الفجر يرجع على العشاء، كان طول النهار لف هو ابو بكر او في تجاره او في دعوه، يقعد في البيت واحد. النبي كان بيعدي الشهر واثنين وثلاثه رابط على بطنه ومفيش اكل كتير، فكميه الاكل بتاعت النبي قليله وحرارته عاليه. دي حاجه. تاني حاجه، النبي مش بعد ال7 بلحات ضرب كنافه وكشري، صلى الله عليه وسلم كل كنافه وكل كشري وكل محشي وكل خضار وكل فاكهه وكل عصير. فانت عايز تاخد ال7 بلحات يبقى ما تقعدش في البيت تعمل مجهود زي النبي، تلف طول النهار، تنام بعد العشاء، تصحى تقف على رجلك طول الليل. النبي ذم اللي عندهم قروش، ذمهم، مذموم في الاسلام اللي هو عنده بطن كبيره في الرجاله. لازم الرجال ينتبهوا كتير لهذا لا، الكلام، النبي ذم لأنه هاي الكلام ده. مشكلة عند الرجال أكثر من النساء. تمام، فانت عايز 7 بلحات انا معاك، بس انت حياتك مش ماشيه مع 7 بلحات. انت بوظت جسمك بقالك 30 سنه، سكر ودقيق وجلوتين وهرمونات
ومش حياه غير صحيه، وبقى عندك كبد دهني والجسم طلع كوليسترول بزياده وعندك الانسولين باظ وعندك سكر، وبعدين اقول لي اخد سنه النبي؟ يا عم كنت فين من 30 سنه انت؟ يعني ما بتفكرش ان سنه النبي في البلح في الاكل تحت الفطار بس؟ بس هو ده النبي يعلمك كده تاكل جيد الاكل؟ فما فيش حاجه اسمها سبع بلحات، هي بلح. ولو مريض سكر او مريض ضغط او مريض كوليسترول او دهون ثلاثيه او كبد دهني يصوم عادي، بس ما ياكلش اكتر من بلح. الناس الطبيعيه كل ثلاثه يا عم، لو انت شاب وبتحرقهم ثلاث بلحات يعني بتتكلمي ب 12 يعني ثلاث معالق سكر تقريبا، يعني تتمشي حوالي ثلث ساعه او 15 دقيقه عشان تحرقي اربع خمس بلحات. Oh my God. على فكره كانوا بيقولوا لنا كده رغيف العيش يمشيك من جامعه القاهره لجامعه عين شمس، يعني 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 كم كيلو دول؟ حوالي 30 كيلو مشي عشان احرق رغيف عيش. تعرف انا عم بكتشف هلا بالانترنت على اليوتيوب في ريسيبيز، في وصفات كتيره من غير دقيق قمح، من غير استخدام للسكر المصنع، وبلشت جرب هاي الوصفات وعن جد طيبه وبتغني عن السكريات اللي نحن متعودين ناكلها اللي هي عم تفوت سموم على جسمنا، وبتغنينا عن الدقيق اللي هو السم الابيض كمان. بس الانسان بس بده يعني، اسعى يا عبدي وانا بسعى معك، الانسان بس بده يعمل سيرش ويبحث فحيلاقي الاجوبه، اذا حضر السؤال حضر الجواب. ففيه الواحد يدور ويبحبش فبيطلع معه كثير اجوبه باذن الله. بالظبط. في موضوع كثير مهم، وانا بدي اقول للناس انه دكتور كريم مو بس هو دكتور ويتعاطى بالشان الطبي المتعلق بالماديات والفيتامينات والمعادن والوقايه. دكتور كريم كمان مطلع ومثقف بمجال التنميه الذاتيه وعلوم الطاقه والوعي. لهيك انا بدي حابه اسمع منه شيء له علاقه ب في خلينا نقول خبيره او روحانيه او حدا من المفكرين العالميين المهمين جدا اسمه لويز هاي. عملت كتاب اسمه على الاغلب كيف تشفي نفسك، او بهذا يعني بهالمعنى كيف تشافي ذاتك، ورجعت سبب كل مرض عضوي بالجسم لمنشأ نفسي، وحكت قديش النفسية بتأثر بشكل مباشر على جسمنا وعلى الأمراض العضوية، وقالت إنه 99% من الأمراض العضوية اللي بتصيب جسمنا منشأ نفسي وطاقي، وكل مرض في له سبب مسبب طاقي أو مسبب نفسي. نفسي تمام طبعا. يعني شفت العالم أكثر كيف يعني هذا الموضوع؟ بصي، لانه الناس غالبا بتهتم بالماديات، انا قطعت سكريات، انا قطعت الدقيق الابيض والسم الابيض، بس بيضلوا ستريس، بيضلوا معصبين، بيضل حياتهم فيها صراع، بيضل بدهم يخانقوا الناس الاخرين، بيضلوا محبطين، بيضلوا زعلانين، بيضلوا حزانة. طب هاد مكمل لهاد، حلو انت تهتم بصحتك بالشق المادي، بس كمان طاقيا لازم نحن نشتغل على حالنا، شو رايك دكتور؟ ده لينك علم بيقول كده، علم اسمه الجينيتكس، يعني المتحكمات في الجين. بص انا دلوقتي اجي من منظور طاقي ومنظور روحي ومنظور النفسي، امسك لك في الجسم البشري الفسيولوجي اللي بتشوفه بعيني بعيني، هربط لك الربط. علم المتحكمات في الجينات، الجينات دي اللي بتعمل بروتيناتك بتعمل اكسبريشن لامراضك، امتى مختك، هضمك شكله ايه، مناعتك شكلها ايه، بشرتك شكلها ايه، امراضك المناعيه وسرطاناتك ومودك، كل ده بتعتمد على الجينات. اوكي، المتحكمات في الجينات دي ايه؟ يعني ايه اللي يخليني اروح في سكه الاكتئاب والسرطان والشيخوخه وامراض الجسم الحقيقيه اللي في الرئه اللي في العقل اللي في المخ في كل ده، اللي يخلي الحاجات دي تمشي؟ الاكل ياثر في جيناتك، والادويه اللي بتاثر في جيناتك، وطريقه تفكيرك ورؤيتك لنفسك بتاثر في جيناتك، هو ده مدخل الطاقه. يعني حضرتك لو فكرتي انا اتحدى المرض، انا قد ده، جيناتك بتطبع جينات صح،
المرض ده هيموتني، دي نهايتي، انا مش هعدي. البروتينات اللي بتتطبع من الجينات بتبقى لو كواليتي فبتجيب لك المرض. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أنا دلوقتي عصبي، أنا مكتئب، أنا متشائم، أنا في ستريس جامد قوي في حياتي. الجسم بيستجيب بحاجة اسمها كورتيزول، يطلع هرمون. ربنا خلق الكورتيزول ده عشان لو أنت دخلت ستريس، أي ستريس، الجسم ما بيفرقش. أنا في قنبلة ذرية في المدينة اللي جنبي، أو واحد رافع عليا سكينة، أو أنا متعصب من مراتي، أو الشغل هيتفيدني، هو أو أسد ورايا ضغوط الحياة. يطلع الكورتيزول. فعشان الكورتيزول ده يطلع بيعمل إيه؟ بيوقف المناعة. ما مش وقت المناعة دلوقتي، أنت بالظبط إحنا بنقولها للناس أكنك بتجري من أسد. وأنت بتجري من الأسد محتاجة مناعة ضد فيروسات وبكتيريا؟ لا. محتاجة إن مودك يبقى خفيف؟ لا. محتاجة إن تفكيرك يبقى منطقي؟ لا. يبقى عندك مناعة لأي شيء عارض؟ لا. أمال أنا محتاجة إيه؟ محتاجة الدم في المخ وفي القلب دب 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 دب، والحدقة تبقى واسعة، ومخي فيه أفكار كتير أوي أوي، والعضلات الكبيرة فيها دم. بس هو ده جسمك في ساعة الترس. لو انت عشت ليه بقى ربنا عامل الكلام ده ساعه ساعتين؟ لا، انا حضرتك في ستريس بقى لي 5 سنين، كورتيزول عالي بقى لي 5 سنين، عمل ايه؟ بوظ الامعاء، لان مفيش دم، مفيش هضم، ولا حياه اسريه او حياه زوجيه لو في ستريس عالي. ليه؟ لان ربنا انت حاطط مود الهروب من الاسد. لو انا بهرب من الاسد مش هفكر في العلاقه الزوجيه، مش هفكر في الاكل ولا الهضم. وصلت؟ فما دام كورتيزولك الاستريس عالي، يبقى حياتك الزوجيه راحت، الامعاء بتاعتك راحت، والامعاء هي المناعه، يعني الخلايا المناعيه 80% بتطلع من الامعاء. فانت مناعتك راحت. ثالث حاجه، الجينات والكورتيزول عالي بتطبع لو كواليتي بروتين، فالبروتين بتاع مخك لو كواليتي، يعني الكواليتي اللي هو لو كواليتي اللي هو رديء الجوده. مخك فيه بروتينات رديئة الجودة، وجسمك فيه رديئة الجودة، وعضلاتك فيها رديئة الجودة، وهضمك فيه رديئة الجودة، وتفكيرك فيه رديء الجودة، واللي بيحسن المود ويزود الكرياتيفيتي ويخليك منشرحة للحياة، كل ده كواليتي كواليتي. فشفتي نرفستك وتشاؤمك وكلامك عن المرض وكلامك عن ان مفيش فايدة وكلامك عن اللي مفيش امل واكتئابك في اوضتك لوحدك، اتحول من طاقه سلبيه وتشاؤم وافكار الى مرض حقيقي بنشوفه بتروح بيه الدكاتره. ليه قديش خطير الاكتئاب والكسول الحزن؟ لو صلحت الكورتيزول بس، يعني حصل ليكي صليتي بخشوع، عملتي مديتيشن، المديتيشن تلت ساعه كل يوم بيعالج امراض قلب. انا قلت الكلام ده في حلقات مديتيشن. المديتيشن يعني التأمل. في ناس دكتور، انا كثير عندي رغبه انه الناس تتعرف اكثر على التأمل وتمارس التأمل اكثر، لانه لحد الان بعالمنا العربي مفهوم التأمل والمديتيشن لساته جديد. يعني في عالم لما بقول لهم التأمل بيقولوا لي شو يعني التأمل؟ يعني يوغا؟ لا، اليوغا غير التأمل. طب شو بتعملوا؟ يعني بتضلوا قاعدين بتغمضوا عيونكم؟ طب كيف بتقدروا ما تفكروا؟ طب كيف بتعملوا التفكير؟ طب هي الناس تخيلها كده. ايه، في ناس ما عن جد ما بتعرف شو جوهر التأمل او شو فايدة التأمل، صحيح، او كيف بينعمل التأمل. التأمل ده تلت ساعة قلل الضغط، الناس ماشية طول عمرها على دواء ضغط وأدوية قلب، توقفوا بعد تجربة علمية من دكتور قلب اتكلمت عليها بكده في حلقاتي. بس بدي أقول بس مداخلة بسيطة، الناس اللي هلأ عم تسمعنا وما بتعرف شو يعني تأمل، في فيديوهات كتير على اليوتيوب شارحين كيف أنت بتقدر بشكل تدريجي تعمل تأمل. فيك تبلش بدقيقتين أو 3 دقايق، بعدين 5 دقايق، بعدين 10 دقايق. أنا دايماً مع التدريج، يعني بحب كل شيء step by step. في حديث للرسول، ما بعرف إذا صحيح بدقة الكلام، بيقول بما معناه قليل متقطع خير من سوري قليل دائم خير كثير متقطع. فحتى هذا الموضوع بالرياضة، لما الواحد بيعمل step by step بس بيضل مستمر وبشكل منضبط، بيخليه يتطور بشكل أسرع. صحيح صحيح صح. فنفس الموضوع بما يتعلق بالتأمل كمان، فيها الناس تجرب خطوة خطوة.
صحيح، ده في علاج دلوقتي انك تقعدي اللي هو فورست باث، انك تقعدي 3 ايام في الغابه. ده يعني مش متخيله بيعالج الاكتئاب وامراض الضغط وامراض الامراض النفسيه. ده جزء من الطب الياباني. يعني افتح النت فورست باث اللي هو حمام الغابه، انك تجرد مجرد انك تسمعي اصوات هاديه، تقعدي مع نفسك. هو اي مكان طبيعي، اي مكان فيه طبيعه، بيعمل ريتشارج للطاقه، بيعمل اعاده شحن للطاقه وتنظيف للطاقه السلبيه، سواء بحر، سواء جبل، سواء غابه. الاماكن الطبيعيه كلها سبحان الله هي بمثابه مستشفى طبيعي. ينعكس على ضغط وسكر وكوليسترول وسرطان وامراض مناعيه، بتخلي المود رايق اوتوماتيكلي. صح، ده هو ده اللينك اللي بين الطاقه او الحاله النفسيه والحاله المرضيه. طبعا موجود. يس. طيب دكتور، انت بتآمن بهدول الهيرتز او السولفيجيو يلي بيكونوا موجودين باليوتيوب تبع الذبذبات يلي بنسمعها وممكن تأثر على مودنا، بتآمن فيها؟ مش بآمن، هو الموضوع مش إيمان، هو مش موضوع غيبي، ده موضوع تقتنع فيها؟ تقتنع؟ المخ فور ويفز، الفا وبيتا وجاما ودلتا. ده علم، ده طب بشري. فانت لو عملت ذبذبات موسيقيه معينه او طريق الهيرتز معين، ايه هن بس لاقول للناس شو عم نسال، السولفيجيو او الهيرتز الذبذبات، في ذبذبات معينه بيقولوا انه هي بتصلح الدي ان اي، في ذبذبات معينه بترفع المود، ذبذبات معينه بتخليك تفكر بطريقه ايجابيه، هذا اللي عم بسال عنه. تفضل. انت عارف الشاي الماتشا؟ طبعا. بيرفع الالفا ويفز، موجات الدماغ بتاعت الدماغ بيرفع الفا، فتعرفي تعملي مديتيشن، تعرفي تركزي، تعرفي الذاكره تبقى افضل، تبقى مودك جميل، لانه عمل لما تقيسي كهربه المخ بتلاقي عمل موجات. فمش مش 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 يعني ده مش حاجه خزعبلات يعني، لا، هو حسب ذبذبات المخ بيدي موجه تغير موجات المخ. فالمخ وانت نايمه غير وانت مكتئبه، غير وانت صاحيه، غير وانت مرتاحه، غير وانت مش مركزه، كل في موجات كتير للمخ. موجوده طبعا حقيقه يعني. وحلو الناس اللي ما لهم مجربين هاي الاشياء يجربوا شيء جديد، يعني وحتى الحدا اللي ما له مقتنع يجرب ويشوف هل هو يعني بينه وبين حاله يكتشف هل حيستفاد او لا. بس مو غلط يجرب الحاجات الاوليه، يعني عشان يوصل للويفز يسمع موسيقى ويفز، خليه يبتدي الاول ان هو يسمع طبيعه، ينام بدري، يشغل حاجه هاديه، يشرب ماتشا كتير، يبعد عن السكريات والجلوتينات عشان دي بتبوظ السيروتونين اللي بيعمل له سعاده. هو اي ميوزك هاديه حتى لو مش ويفز، اي ميوزك هاديه بتروق الاعصاب. انا دائما بحب دائما الشق اللي له علاقه بالطاقه يمشي بخط متوازي جنبا الى جنب للشق اللي له علاقه بالشيء المادي، لانه هن مكملين لبعض، لانه نحن عايشين بعالم مبني على الدواليتي، مبني على الثنائيات، فالشيء المادي والشيء الروحاني اثنيناتهم على نفس القدر من الاهميه. يعني نحن ما نهتم بس بالموضوع المادي ونهمل الشق الروحاني او النفسي، خلينا نقول، او ما نركز فقط على الشق الروحاني ونروح ناكل ونخبص بالاكل مثل ما بدنا. دائما بحب اكد انه الاثنين لازم يمشوا يعني يدا بيد مع بعض. ما ده اللي انا يعني اكبر العيوب اللي انا بكره الطب الغربي فيه، بقى 24 ساعه في ال 24 ساعه بيدوا ادويه للجسم، غفل الجانب الروحي. وده على فكره احنا ده بعيد عن العرب وبعيد عن المسلمين وبعيد عن الحضاره الشرقيه، من امتى احنا بنعالج الجسم من غير روح او من غير نفس؟ طب هم يعني بعيد عن الدين كثيرا فبيعالجوا الجسم. العلماء بيعالج، انا حضرتك بشوف انزيم اصلح الانزيم، يا حاج فيه مأثر عليه حاجه نفسيه، مأثر عليه جانب روحي، مأثر عليه عاده معينه. لا، هو الطب الغربي خد الناس ادويه، خد الناس مركبات كيميائيه بس، وغفل الجانب الروحي. احنا كل اطباء العرب واللي احنا الناس القديمه كان فيلسوف لانه ليه في الروحانيات، فيلسوف وطبيب وبرع في الحساب وفي الموسيقى. مش هما احنا بنقرا الجبرتي وابن سينا والناس دي كانوا كده؟ ولا ده اخصائي نفسيه وعصبيه في مستشفى المرداش ده؟ لا، ده عنده 4 5 علوم عشان البني ادم جسم واحد. ده اكبر الحاجات اللي انا بحطمها دلوقتي، ان انا افصل الروح وافصل الجانب النفسي وافصل الحياه العامه من المرض او الجسم او الدواء.
دي اهم حاجات اللي في دماغي يعني. الحقيقة الحديث غني جدا ويطول ويطول، والأسئلة ما بتخلص، ومعلوماتك بسم الله ما شاء الله أكثر من رائعة، وبتمنى كثير عنا لقاءات كمان مستقبلا لحتى نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس لحتى يسمعوا هذا الكلام الذي لا يقدر بثمن. أنا بالنسبة إلي بتشكرك لحضورك معي. هلا بدنا نترك الناس ليروحوا يكملوا طبخاتهم الصحية وينتبهوا ويطبقوا الحكي اللي قلناه اليوم، لأنه هذا الحكي حيروح هباء منثورا إذا ما تطبق، إذا ما نحط بالفعل. إن شاء الله كل الناس تكون استفادت، وشكرا كثير لك دكتور كريم. تحياتي لك وليك ولجمهورك. أشكرك. رمضان كريم. باي باي. وأنت تمام. باي.